جبر حتى السترة تبعته ما حمت زيه زي باقي الزملاء، واحنا كنا على طريق جبر. يعني والله يا زملاء صحيين كلكم عادي السترة مش حتى. جبر اليوم يزف ونحن نعلم جيدا أننا بنفس الطريق سنمشي، ونحن سنكون لربما في أي لحظة شهداء، كون أن الاحتلال لم يعد يحترم القوانين الدولية بحق الصحفيين، وكون أن الاحتلال لا زال يستهدف الصحفيين. سكر جبل اليوم. رسالتنا للعالم كله، كل الزملاء الصحفيين بالعالم لما بلبس السترة بتكون حماية له، إلا احنا في غزة السترة عبارة عن توجيه للاحتلال بقتل الزملاء الصحفيين، أكثر من 100 شهيد حتى اللحظة.